محمود، مين من اكتر اللعيبه اللي لفت نظرك النهارده غير مرابط؟ يعني دايما كلنا خلاص تقريبا كلنا متفقين على مرابط من اللعيبه اللي بتلفت نظرك، يعني مين النهارده اللعيبه اللي كنت شايفها محور فوز المنتخب المغربي النهارده؟ بصوا، في حد ما حدش او الكلام عنه قليل قوي، انا بالنسبه لي نايف اكرد. نايف اكرد انا كنا احنا مع بعض قبل ما البطوله تبدا، وقلت لك ان رجوع نايف اكرد للدفاع المغرب عامل مهم قوي قوي بالنسبه لي. صحيح، نايف اكرد مدافع ممتاز جدا، التاكلنج اللي عمله على موراتا ده يعني ثانيه متاخر كان ضربه جزاء. فبالنسبه لي مدافع ممتاز جدا، رجوعه فرق كتير. رومان سايس كان بيتكلم قبل البطوله بشهرين او بثلاثه ان احنا عندنا مشاكل دفاع واضحه. رومان سايس بالمناسبه عموما في اغلب اللقاءات الصحفيه لما بيكون في مشكله بيتكلم عنها، ما عندوش مشكله في ده، فاعترف ان الفريق عندها مشكله دفاعيه. اعتقد البطوله ثلاث شهور اربع شهور انا متذكر صح، يعني رجوع انا فاكر كان مهم جدا. انا فاكر واحد من افضل اللعيبه المدافعين، انتقال البريمير ليج الخطوه مهمه قوي في مسيرته، لسه ما كملتش لان هو اتصاب، ولكن اتمنى انها تبقى احسن بعد كده. حظه وحش النهارده برضه، حظه وحش في الاصابه النهارده. طبعا اتمنى ان هو يعني سايس واكرد الاثنين خرجوا مصابين. صح. اتمنى ان ما يكونش طويل عشان اكيد هيحتاجوا من ده منتخب البرتغال. وناحي في الحالات الدفاعيه كان ممتاز وعظيم، ناحي واملاح الاثنين في الحالات الدفاعيه كانوا ممتازين جدا. الاثنين ظهروا بنفس الشكل اللي ظهروا بيه في الوطيه دفاعيا، ما تقدرش تتكلم عنهم نص كلمه، فبيتحركوا في كل مكان. المشكله الاكبر اللي كان بيعانوا منها هو لما بيكون الكوره مع المغرب، هم الاثنين اغلب الوقت عندهم مشكله. وناحي اقل شويه في المش يعني املاح هو اللي عليه عامل استفهام اكبر من وناحي في الكوره مع المنتخب المغربي، ولكن الدور الاهم بالنسبه لهم زي ما كان الدور الاهم قدام كرواتيا بالنسبه لهم ان هم مش ان هم الدور الاساسي ان هم يكونوا احسن بالكوره، الدور الاساسي ان هم ازاي يقفلوا على نص ملعب قوي، بروزوفيتش ومودريتش وكوفازيتش دلوقتي، بوسكيتس وجافي وبدري. فدور الاملاح وناحي كان مهم جدا بالنسبه لي، ولكن انا في رايي لو هطلع امرابط وياسين بونو من الحسبه فاللاعب رقم 3 بعدهم على طول هو نايف اكرد. طيب